شفتم سوق الذهب هنا واسواق الذهب كيف عندنا في السعودية؟ ابى ارسل لكم مقطع في الصين، في الصين اسواق الذهب في الصين، تبغون تشوفونه؟ الحين برسل لكم اياه، ارسلوا لي اياه الشباب من الصين، الحين برسل لكم اياه. احنا الان في احد محلات الذهب المعروفة بالصين، الماركة هذه اللي هي جو طافو، يعني كاتبينها جو تايفو، هذه من يعني اشهر الماركات في مجال الذهب في الصين، فبيقدمون ذهب صراحة يعني بأشكال جميلة جدا، شايفين جلسات حتى يعني تجلس ويعرضون عليك الذهب اللي تبغاه. لاحظوا إنه بالصين يحبون طريقة الجنتيا أوكي وجونا ماي نيجا جوا أوكي شو أوكي عندهم طريقة يعني الصين يحبون الشراء للسبائك بالطريقة هذه. يهدونها شايفين يعني زي السبيكة كذا وعليها ثور، رسمة ثور، رسمة هنا فار تشوفون، طبعا هذه على السنة يعني على الميلاد، يعني ميلاد الشخص بالسنة يعني يكون سنته اللي هي سنة، فعلى نفس الميلاد السنة يعني تصادف سنة يعني الحية، سنة لو تشوفون هنا عندكم سنة الأرنب، ثور، غير كذا طبعا بعض الرسومات، يعني شايفين هنا خيل، خيول يعني مو خيل واحد، خيول، وهنا خيول بعد شايفينه. تقبيع. عندنا هنا بعد الصقر، هذه خيول، هنا كوبرا. جميلة الفكرة هذه، إنك تهدي سبيكة كاملة فيها وفيها يعني شيء يرتبط بالشخص اللي بتهديها له. تلاحظون هنا عندنا التنين، جميل هذا شايفين، جميل جدا. وهنا سفينة في البحر، هنا ديك عاد، وهنا عاد تيس اوكي